بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة، والطقس هيكون شديد الحرارة رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وحر رطب على السواحل الشمالية الغربية، وبالليل الجو هيكون مائل للرطوبة رطب على كافة الأنحاء. كمان في ارتفاع في نسبة الرطوبة على مدار اليوم، وده اللي هيزود الإحساس بدرجة الحرارة المرتفعة. الطقس كمان هيكون فيه شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنينا عن حالة الطقس. يعني ضروري نعرف إنه ارتفاع في درجات الحرارة والموجة اللي إحنا بنتعرض لها ده طبيعي إنه يحصل في كل سنة في فصل الصيف يعني؟ هو طبعا مش الطبيعي ان احنا نستمر بارتفاع درجات حراره لمده اسبوعين متواصلين اعلى من المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام، وارتفاع في نسب رطوبه مده كبيره. يعني احنا دايما متعودين في السنين اللي فاتت ان اي موجه ارتفاع درجات الحراره بتيجي لمده 3 أو 4 أيام وتنكسر وتعود درجات الحراره المعدلات، ومن مره اخرى نتعرض لموجه ارتفاع درجات الحراره. لكن احنا من الاسبوع الماضي وعلى مدار هذا الاسبوع متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى 38 وتوصل أحيانا ل 40 درجة مئوية، أعلى من المعدل بحوالي من 3 إلى 4 درجات. ارتفاع مستمر في نسب الرطوبة، وده بيخلينا نحس كمان إن في مزيد من الارتفاع في درجات الحرارة. يعني هي موجة غير اعتيادية أثرت على جمهورية مصر العربية، يمكن كمان بتأثر على كل دول العالم. احنا هنا في جمهورية مصر العربية بنتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي. منخفض الهند الموسمي دايما مع كتل هوائية شديدة الحرارة بتمر على البحر المتوسط، يحصل لها تعديل في قيم درجات حرارتها، لكن تحمل بكميات كبيرة من بخار المية، يعني بيؤدي لارتفاع كبير في نسب الرطوبة، بالإضافة كمان امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا اللي عرف بالقبة الحرارية. المرتفع الجوي ده بيحبس الرطوبة كلها في طبقة قريبة من سطح الأرض، وطبعا بيساعد على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس. فأنا عندي ارتفاع ملحوظ في قيم درجات الحرارة، وكمان ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة. ده مرتبط بالتغيرات المناخية اللي احنا بنتكلم عنها بقالنا فترة؟ هو طبعا التغيرات المناخيه بتاثر علينا وبتاثر على كل دول العالم. يعني احنا زي ما قلنا في الاول ان احنا مش الطبيعي ان احنا نتاثر بموجه شديده الحراره لمده يعني اسبوعين، وده يعد تطرف مناخي وامر غير اعتيادي. فبالتالي طبعا تاثير للتغيرات المناخيه اللي كل دول العالم بيتاثر بيها. احنا بنشوف قيم درجات حراره في بعض الدول الاوروبيه زي ايطاليا بتوصل ل 45 درجه مئويه، بعض المناطق زي الولايات المتحده الامريكيه درجات حراره بتوصل ل 50 درجه مئويه، حتى كمان المغرب العربي تونس والجزائر والمغرب درجات حراره اعلى من المعدلات بحوالي 10 درجات. يعني في بعض المناطق في تونس والجزائر بتسجل 50 درجه مئويه. فهي كل دول العالم بيتاثر، واحنا كلنا غلاف جو واحد، فبالتالي احنا كمان بنتاثر. لكن احنا الحمد لله يمكن ربنا حمينا بوجود البحر المتوسط. البحر المتوسط لما الكتل الهوائيه بتمر عليه بيحصل لها تعديل في قيم درجات حرارته. طيب الموجه اللي احنا بنتعرض لها بقى اليومين دول او بقى لنا اسبوعين عايشين بيها هتنكسر امتى؟ هو متوقع ان شاء الله مع بدايه الاسبوع المقبل، يعني يوم السبت اللي جاي، يحصل انخفاض طفيف في درجات الحراره بحوالي من 2 إلى 4 درجات في معظم انحاء الجمهوريه، لكن هيستمر معانا ارتفاع نسب الرطوبه. احنا دايما عارفين ان في شهر 7 وشهر 8 هم الشهور اللي هم بيعدوا ذروه فصل الصيف، كمان بيكون فيهم ارتفاع كبير في نسب الرطوبه، لكن قيم درجات الحراره تبدا تاني تعود للمعدلات الطبيعيه. فاحنا مع يوم السبت اللي جاي هنحس ان الموجه دي اقل حده، الموجه دي انكسرت، بقينا نحس باجواء الصيفيه المعتاده اللي احنا متعودين عليها كل سنه. لحد يوم السبت اللي جاي درجات الحراره هترتفع تعدي 40 درجه مثلا؟ هو اليوم طبعا متوقع ان العظمى على القاهره الكبرى في الظل 40 درجه مئويه، لكن مش هتعدي 40 ان شاء الله. 40 درجه مئويه في الظل المحسوسه نتيجه وجود نسب رطوبه في الجو توصل ل 43 44 درجه مئويه باختلاف نسب الرطوبه، بالاضافه كمان لو انا موجود تحت اشعه الشمس بشكل مباشر او موجود في الشارع بصفه عامه ممكن احس بقيم درجات حراره اعلى. مع يوم الجمعه تكون العظمى على القاهره الكبرى 38 درجه مئويه، ايضا احساسنا بالطقس هيكون شديد الحراره. مع يوم السبت بقى تبدا تاني نحس بالاجواء المختلفه باذن الله. فاحنا لازم ناخد بالنا وناخد احتياطاتنا على الاقل 48 ساعه القادمه،
مع يوم السبت زي ما قلنا هيكون في امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، هيكون في نشاط نسبي للرياح، انخفاض في قيم درجات الحراره، فعده عوامل هتخلينا نحس ان الاجواء مختلفه، ودي الاجواء الصيفيه اللي احنا معتادين عليها من السبت وعلى مدار الاسبوع. وزي ما قلنا متوسط درجات الحراره المقاسه في الظل على القاهره الكبرى هتكون ما بين 36 ل 35 درجه مئويه، لكن هو اليوم اللي يعتبر فيه درجات الحراره مرتفعه بالشكل الكبير. يمكن احنا سجلنا يعني على مدار الايام الماضيه وتحديدا يوم الاثنين الماضي 40 درجه مئويه ايضا على القاهره الكبرى. فزي ما احنا قلنا هو النهارده وبكره الارتفاع والاجواء شديده الحراره الرطبه فتره النهار المائله للحراره الرطبه فترات الليل في معظم انحاء الجمهوريه. في شبوره مائيه كمان مكمله معانا فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات. طيب انا مش هينفع اختم مع حضرتك قبل ما تقولي لي بعض التعليمات اللي نقولها للناس اللي بيشتغلوا او بيمشوا في درجه حراره مرتفعه وبيتعرضوا للشمس. هو طبعا يعني احنا مهم جدا واهم حاجه ان احنا نتجنب اشعه الشمس المباشره فتره الظهيره من 12 الظهر لحد الساعه 4 العصر. الفتره دي اللي بنسجل فيها اعلى درجه حراره على مدار اليوم كله، كميه الاشعاع الشمس اللي توصل الارض بتبقى كبيره بشكل كبير او شدتها كبيره بشكل كبير، فمهم جدا بقدر الامكان في الوقت ده نتجنب اشعه الشمس. لو انا اضطريت ابقى موجود في الشارع عشان اشغالي يبقى لازم ما اقفش تحت اشعه الشمس لفترات طويله، يعني اغير درجه حراره جسمي من فتره للثانيه، وكمان لازم يكون معايا غطاء للراس شمسيه او كاب اي شيء يحميني من اشعه الشمس المباشره. نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل واهمهم الميه، ازازه الميه تبقى موجوده في ايدي على مدار اليوم. نرتدي طبعا الملابس القطنيه الفضفاضه فاتحه اللون، ولو اقدر اكون موجود في اماكن جيده للتهويه ده هيساعدني على عدم الاحساس بنسب الرطوبه وما تاثرش كتير بارتفاع درجات الحراره. بشكرك فنيا، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي تعالوا مشاهدينا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره العظمى فيها 40 والصغرى 27، العاصمة الإدارية 40-26، اسكندرية 35-25، العالمين الجديدة 35-26، مطروح 33-25، ودمياط 36-26، بورسعيد 36-27، الإسماعيلية 41-26، والسويس العظمى فيها 40 والصغرى 26، العريش 37-25، كاترين 37-19، طابة 39-26، وحلايب 38-31، شلاتين 41-30، شرم الشيخ 40-29، الغردقة 42 الصغرى 30، والفيوم العظمى فيها 40 والصغرى 26، بني سويف 41-26، والوادي الجديد 45-24، أسيوط 42-26، سوهاج 43-27، قنا 44-30، والأقصر 45-28، وأخيرا أسوان العظمى فيها 44 والصغرى 29. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية نروح لجمانة نكمل معاها باقي فقراتنا. بشكرك يا لمية، شكرا جزيلا طبعا، والشكر موصول لدكتورة منار غانم، وهنرجع لك مرة أخرى على مدار الحلقة. شكرا لك.